أيضا أحد الإخوان بعث لي هذا التقرير عن قضية السيارات المهجورة في سرداب في جمعية شرق. أعتقد أنها جريمة ويجب أخواننا في وزارة الداخلية يخلصونا من قضية السيارات المهجورة اللي في كل مكان. قاعد نشوفها في كل مكان بالكويت، قاعد نشوفها في أماكن مهجورة وراء مباني مهجورة. هل فيها شيء؟ فيه شيء قاعد ينحط داخلها؟ أتمنى من الأخوان في الداخلية يطالبون بتغيير قانون إذا كان تغيير القانون إذا كان هناك يعني قضية قانونية أو حجز معين أو قضية مرفوعة بالقضاء. يجب أن ننتهي من هذه القضية لأن قضية مهمة مهمة مهمة. سيارات مهجورة بهذا الشكل نحط علامة استفهام عليها. عطني التقرير. هل يعقل؟ عطني يا مخرج التو بوكس، هل يعقل يعني يا جماعة مواقف سيارات طراريد وسيارات مهجورة ومخازن كل شيء مخزن فيه؟ هذه مواقف سيارات. فأتمنى أن يتم شف السيارات هذه يمكن من أيام الغزو. معقولة كل واحد يخزن اللي يبيه في سرداب طراريد؟ يعني ايش تبون أقول من الأخوان المعنيين؟